الاعلاميين، راه حنا جينا هنا باش نوصلوا الرساله ديالنا للمسؤولين الكبار، وما هذوك اللي حنا عندنا في زاكوره راه لا يعقل، راه كيشوفوا راه ارضنا تنهبت فقدز اقدس زاكوره، كل شيء البلايص المزيانين كاع داوهم لينا، كل شيء بالاختام تاع وزاره الداخليه، كل شيء مزور. لا يعقل التسليم القرارات الجمعيه النيابيه واحد واحد، فيه واحد واحد راس السنه في العالم كله معطل، وهي مختومه بالختم تاع سيدنا، راه ما يمكنش، راه هنا وفيه القرار ديال 93، القائد وبريس دخل في 86، القائد وبريس دخل في 86 وخرج في 92، وهو القرارات الجمعيه النيابيه ديال 93، والارض دابا كتفرق ديال 93، ودابا حاليا حاليا دابا تمشيو غادي تلقاو التسليم ديال 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 اليوم ديال 2022 وفيهم 93، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش السلطات التحاميه وتا تا من القضاء تا من الجلسات ديال المحكمه ما كيجيوش، ما يجيش. دعيناه دعيناه لله ودعيناه لله، دعيناه لله وسيدنا، راه ما يمكنش، راه ظلم، راه ظلم، راه ارضنا تنهبات، فيه مسؤولين ديال البلديه وفي النواب وكل شيء كياكلوا والمرشحين كل شيء، علاه صاحبي كيهزوا بالعرارم، وفيهم البقعة تاع 20 مليون، فيه المسؤول سابق عطى لمو 14 بقعة، راه لا يعقل، وفيهم البقعة تاع 20 مليون، راه يجي ونوريهم نديهم واحد 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 نوريهم كل شيء، حنا راه ما كنعطيوش، حنا ضد الأختام تاع وزارة الداخلية مزور، عانيوا من هاد الشيء هذا كل شيء، ما فيه لا سبيطار مزيان، ما فيه لا المرافق الجرادي وهذاك الشيء كله باعوهم، حي النخيل باعوا لي الجرادي وباعوا لي الباركينغ وباعوا لي التيران الملعب القول. أنا هذا شي حاجه، راه باعوا الارض للشركه تابنات وباعت الديور وعادوا رجعوا لهذوك المرافق، راه العيا قاعد وبالاختام ونعاودها 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 بالاختام تاع وزاره الداخليه مزوره، راه لا راه ما يمكنش هذا الشيء. حنا المتظلمين اللي ظلمونا في الاراضي السلاليه ديال عماله زاكوره اقليم اقدز، حنا درنا جميع دقينا جميع البيبان، المشكايات من حوارات مع السلطات المحليه والمركزيه مع جميع المسائل اللي هي قانونيه، ما حتى واحد ما تصنت لنا، حنا دابا اضطرينا باش نجيو لهنا، حنا المسائل جميع المشاكل كاينين عندنا تمايا، ما عندنا حتى حاجه. اول حاجه وهي الاراضي السلاليه كيستافدوا منها ذوي النفوذ ونائب وكيل الاراضي اللي هو رشحوه وداروه جدودنا و40 عام وهو كيكزر فينا، ملي عاودوا عزلوه قرار ديال سميتو من المحكمه، عزلوه الناس ديالنا، ناضوا سميتو المسؤولين اللي مسؤولين قالوا لي كسيدي العماله بغاتو، كيفاش العماله بغاتو؟ ما فهمناش، واش العماله هي اللي كتعين نائب وكيل الاراضي؟ راه سميتهم المستفيدين ديال الاراضي السلاليه هما اللي كيعينوا، ماشي العماله. حنا درنا جميع الشكايات، طرقنا جميع الابواب وما خلينا ما درنا. كنطالبوا بفتح تحقيق باش يتفتح تحقيق في هذا الشيء، حيت حتى الاختام ديال الوزاره الداخليه راه تهانت. الاختام عندنا دليل، ماشي زعما كندويو عن فراغ، راه عندنا ادله، ماشي كندويو على فراغ زعما غير كندويو صافي، لا، حنا ماشي فوضويين، حنا جينا باش نوصلوا رساله، يعني باش لعل من مستمع، حيت حنا ملي كنقولوا اقدز جات في واحد الحفره بحال قلتي مقبره جماعيه بجميع المقاييس، اللي كنقولوا مقبره جامعيه ما فيها لا سبيطارات، ما فيها لا مرافق اللي هي كاع اللي هي اللي كتقول بانه راه هذا الانسان خاص عنده يعني حق ديالو في جميع المرافق، حنا حتى حاجه ما عندنا، وزادونا بهاد الميليشيات وهاد اللوبي ديال الفساد. المهم كنطلبوا السلطات المسؤوله باش يديروا تحقيق في هذا الشيء. من اقدز زاكوره جينا على المشكل ديال الاراضي السلاليه، تزوير اختام وزاره الداخليه،
بعد مسلسل من الرسائل الاحتجاجيه والتظلمات الموجهه محليا ومركزيا، نجد انفسنا مضطرين الى توجيه نداء اخر من امام مقر البرلمان، لعله من مستمع مطالبين بمآل التظلمات الموجهه لوزاره الوزاره الوصيه في شخص وزير الداخليه ضد لوبي التعمير والاراضي السلاليه والتزوير في المحررات الرسميه. وكما نديد بشده بجميع الممارسات اللاقانونيه التي طالت اراضي الجماعيه السلاليه باكدد. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من ذوي الحقوق عمله زاكوره وبالضبط في اكدز، احنا جينا نوصلوا الرساله ديالنا، على اساس اننا يعني الحقره اللي كنعانيو في البلاد على حساب الاراضي السلاليه والتقسيمات اللي كتوقع العشوائيه وداك الشيء اللي كيديروا لنا بلا يعني ما كيمشوش بالقانون وبالدستور. يعني هاد الناس اللي عندنا حنا في هذه المنطقه وبالضبط ديال اكدز يعني كيضربوا حتى في الدستور، لان القانون 62/17 يعني فيه كل شيء على حساب الاراضي السلاليه. المعاناه هي انه هناك تجزئ سري وما كانتش كما تنقولوا التنميه في البلاد، يعني كيتفرق تجزئ سري وما كيكونش هذاك يعني ما كتلقاش مرافق عموميه، ما كتلقاش يعني بغينا مدينه كما تنقولوا، يعني اكدز بغينا تقدم وتولي مدينه، والناس اللي المسؤولين بها يعني ما عطاوهاش حقها، حنا بغينا يعطيوها حقها لهذا البلاد هذه، كما المدن الحمد لله الاخرى، اللي في بلادنا الحمد لله، ان هناك الحمد لله كتجي تشوف كتلقى مرافق عموميه، كتلقى الجرادي، كتلقى كل شيء، هنا في اكدز مهمشين، لان الناس اللي في المكان ما كيستحقوش هذيك البلاد. بغينا نوصلوا الرساله ونطلبوا المطالب ديالنا باش البلاد ديالنا الحمد لله تنصف كما تنصفوا جميع المدن، هذا هو اللي كاين. بغينا حتى حنا اكدز في الدخله ديالها تبان سميتو، تبان دخله يعني انك داخل لواحد البلاد الحمد لله اللي هو متحضر. اما كيفرقوا التجزئ السري، كتلقى تقنع التجزئ السري، التجزئ السري تمنع كاع في البلاد، ولكن دابا كنتفاجئوا ان كتنعس اليوم غدا كتلقى طالع عليك دوار، يعني هذا الشيء بزاف. لا بنيه تحتيه، لا اناره، ما كاين حتى شي حاجه. يعني حتى امتى كنطرحوا سؤال، حتى امتى غنبقاو حنا بحال ما هكا؟ كنتمناو يعني هذه الرساله توصل.